الكبسولة الرياضية، أهلا بكم. إجراءات خاصة ستكون في نهائي كأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد. 40,000 تذكرة ستطرح في الأكشاك، وكل فريق سيستفيد من 20,000 تذكرة بألوان مختلفة. تذاكر مولودية الجزائر ستباع في ملعب 5 جويلية، أما حصة جماهير الشباب ستطرح في ملعب 20 أوت. جماهير بطل الجزائر ستجلس في المنعرج الجنوبي، بينما أصحاب البونين الأحمر والأبيض سيكونون في الجهة الشمالية. كما تقرر أنه سيتم فتح الأبواب الملعب عند بداية توفد الجمهور أمام المدخل الخاص بمركب محمد بوطيف. هذا وهناك اقتراح بتخصيص إمام يلقي خطبة الجمعة على الجماهير في ساحة الملعب، فكيف تعلق على هذه الإجراءات؟ زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.